الموجز الاقتصادي من القدس دوت كوم، أهلا بكم. كشف المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار أن الخسائر التي تعرضت لها مدارس وجامعات قطاع غزة الحكومية بسبب العملية العسكرية الأخيرة على القطاع بلغت على الأقل 22 مليون دولار أمريكي، وتعرضت مدارس غزة لخسائر بلغت 12 مليون دولار و10 ملايين دولار للجامعات بسبب القصف الذي طال العديد من هذه المنشآت. قالت صحيفة معرف العبرية أن الاتحاد الأوروبي أعاد للمرة الثانية طلبه لإسرائيل بالكشف عن مصادر المنتجات الحيوانية التي تصدر إلى دول الاتحاد. وقالت الصحيفة إن مراسلات ثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تحدثت عن طلب الأخيرة بالكشف عن مصادر المنتجات الحيوانية والمصانع التي تصنع فيها قبل تصديرها، تخوفاً من وجود هذه المصادر في المستوطنات. قدر وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد أمس الثلاثاء أن إجمالي خسائر العدوان على غزة بلغت حتى اللحظة 16 مليار شيكل. وقال لابيد خلال كلمة له في مؤتمر كلاكسيت في إسرائيل إن هذه الخسائر ليست نهائية ولا تشمل الخسائر التي تعرضنا لها نتيجة لتصعيد حملات مقاطعة إسرائيل. حلق الدولار حول أعلى مستوياته في 14 شهراً أمام سلة العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وموجة مبيعات في الين الياباني والجنيه الإسترليني. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام السلة من 6 عملات إلى 83، وهو أعلى مستوى له منذ تموز من العام الماضي. وأخيراً أسعار صرف العملات مقابل الشيكل. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.